أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أهلا بكم من جديد في درس في مكون الكتابة بعنصر الخط. هذا الدرس يندرج في دروس الوحدة السادسة الأسبوع الأول، وهو تحت عنوان رسم الكلمتين سوى ولكن. سنبدأ بقراءة الجملتين، المرجو أن ننتبه جميعا. زيارة سلوى للمعرض لم تكن سوى حلم. سلوى تحب الخيل، لكن صوت البارود يخيفها. سأعيد قراءة الجملتين، المرجو أن ننتبه جميعا. زيارة سلوى للمعرض لم تكن سوى حلم. سلوى تحب الخيل، لكن انظر معي، لكن صوت البارود يخيفها. إذن سندرس اليوم إن شاء الله كلمتين، هما سوى وكلمة لكن. نعم، لكن. نبدأ بالكلمة الأولى سوى. كيف نكتب هذه الكلمة؟ انظروا معي جميعا، سوف نكتب حرف السين، نعم، الواو، نعم، ثم الألف، ولا ننسى الكسرة، نعم، طبيعة الحال. كلمة سوى سوف نقوم الآن بالتدرب على كتابتها على شبكة الدفتر، نعم، لمعرفة مقاييس كتابة حروف هذه الكلمة. ننتبه جميعا. حرف السين كما تشاهدون، نعم، ثم الواو، انظر معي، حرف الواو، ثم ال سوى. ننتبه جميعا للمقاييس، مقاييس حرف السين، نعم، وحرف الواو، ثم الألف. نعيد كتابة الكلمة جميعا. هيا اكتبوا معي على الألواح، نعم، ننتبه للمقاييس ونكتب جميعا. السين ثم الواو ثم الألف. نعم، نكتب على الألواح، أحسنتم. ثم الآن نتدرب على كتابة سوى على الدفتر. نعم، نكتب سوى مرتين مثلا على الدفتر. نعود الآن لكلمة الثانية، كلمة لكن. لاحظوا معي، نكتب جميعا، انتبهوا، اللام، ثم حرف الكاف، ثم النون في آخر الكلمة. لكن، لا ننسى، نعم، الشدة على النون في آخر الكلمة. الآن سوف أحاول كتابة الكلمة على شبكة الدفتر. المرجو من الجميع التركيز على مقاييس الحروف. نبدأ بحرف اللام، نعم، سطرين ونصف تقريبا، اللام، ثم الكاف، نفس الشيء، الكاف، انتبهوا معي، فهي تشبه حرف دال كبير نوعا ما، بإضافة
هذا الخط. ثم لدينا في الأخير حرف النون سنة صغيرة، ثم أنزله إلى سطر تحت خط الكتابة وأعود إلى خط الكتابة وأضع نقطة في صحن حرف النون. لا ننسى شكل الحروف، لاحظ معي لا كنا لكن، نعم هذه هي مقاييس كتابة هذه الكلمة. الآن نكتب جميعا، انتبهوا معي ونكتب جميعا على ألواحنا الكلمة. اللام، ثم لدي حرف الكاف في وسط الكلمة، ثم حرف النون بنفس الطريقة السابقة، ولا ننسى بطبيعة الحال الحركات. لا لكن، نعم لكن، اللام ضرو ثم الكاف والنون في آخر الكلمة. الآن سوف نقوم بكتابة الكلمة والتدرب عليها على الضفادع. نعم، نعم أحسنتم جميعا. الآن سوف نقوم بتدريب آخر، نعم سنقوم بتدريب آخر لكتابة نعم الكلمتين في جمل. نعم تدربوا على كتابة أكتب الكلمتين، أكتب الكلمتين سوى ولكن في جملتين. أكتب الكلمتين في جمل. أكتب الكلمة الأولى سوى في جملة، مثلا حضر الجميع سوى عائشة، سوى عائشة، نعم. ونكتب الكلمة الثانية والكلمة لكن، نركبها في جملة للتدرب على كتابتها، مثلا خافت سلوى من صوت البارود وهربت لكن شيخا وقورا حضنها وطمأنها. وإلى هنا أشكركم على انتباهكم، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.